مو نبدأ معك اي اللي فيها لا اللي فيها الارهاب هذوم به اعطينا ساعه كيفاش كريت لها مذومه من وقتاش ماني معلق بلاك فوق الدار الفوقانيه والدار الفوقانيه كانت مكريه وكيف كلموني قالوا لي عندك دار الكراء قلت له عندي دار الكراء قال لي تكريها لنا قلت له نكري لك علاش مجعوله من اللي عامله بلاك انا قال لي وقت تحب تقابله قلت له وقت تحب قال لي نتقابلوا غدوه مع السته قلت له باهي ما يسالش جيت انا ولدي مع السته خاطر انا ما نسوقش مليح في الليل انت ما تسكنش هوني لا لا نسكن في كرتاج وهذه معناتها الدار ديما تكري فيها كيما هكا 12 سنه من اللي شاريها هنا 12 سنه نكري فيها ما تفرقش حتى شهر جيت السته نلقاه غادي قدام الباب يستنى فيا من وقتاش هذا شهرين التالي هكا نهار سبعة في الشهر هذايا يولوا عندهم ثلاثة شهور بالضبط يقول لهم هنا راضي بلاش نهوجات وبلاش رخص ايه بلاش نلجي ناكلوا بلاش كونترات خليها واحد خاطر مرة مشيت انا عملت كونترات الواحد البلدية ما حبش تقبل علي خاطر بلاش نهج وبلاش نمو اها معناتها من غير كونترات لا من غير كونترات من غير كونترات من غير 12 سنة نكري من غير كونترات كريت له الدار الفوقانية اللوطانية خلصني عديته للمفاتح خلي ثلاثة من الناس عديته للمفاتح مشيت على روحي ما خديتش اساميهم انت كي كريت لهم اللون؟ ما وقتها ما نعرفش اساميهم لا خديت لا نسخة ميثاق تعريف لا نسخة في المغرب وما خديت شيء ما خديت خديت الفلوس مشيت على روحي